قتل 3 أشخاص جراء قصف طائرة إسرائيلية لمبنى غربي العاصمة السورية دمشق، ناجمة طبعا هذه الانفجارات عن غارات إسرائيلية على المبنى في منطقة قرى الأسد. يأتي هذا بالتزامن مع استهداف بطائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية موقعا للفصائل التابعة لإيران بريف دير الزور شرقية سوريا. فما التفاصيل وما الذي يحدث على الساحة السورية؟ وهل باتت سوريا بريدا لتبادل الرسائل بين الأطراف الدولية والإقليمية؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا السياق ينضم إلينا من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث الدكتور هشام جابر. دكتور هشام، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن عديد الضربات الإسرائيلية والأمريكية وأيضا الاستهدافات من قبل الفصائل التابعة لإيران في سوريا. هل باتت سوريا فعلا بريدا لتبادل الرسائل بين الأطراف، رسائل النار طبعا بين الأطراف الدولية والإقليمية دكتور هشام؟ هي ليست باتت، هي كانت منذ أمد ومنذ زمن، إنما زادت هذه الرسائل وهذا البريد السريع كما يقال. يا عزيزي، المنطقة بأسرها، يعني لنعود إلى التاريخ، كانت دائما هي يعني ساحة للصراع بين الشرق وبين الغرب والقوة الشرقية والغربية، يعني كانت تهدأ حينا وتشتعل أحيانا. أنا أتكلم عبر عقود طويلة من الزمن، صحيح. لذلك يعني هذه الساحة أو الأحرى ساحة هذه المنطقة وليس سوريا بأسرها، سواء كان لبنان أو العراق أو سوريا أو فلسطين أو كل منطقة الشرق الأوسط، كانت دائما لأن الجغرافيا فرضت أن تكون هذه المنطقة ساحة للصراع. ومنذ إنشاء دولة إسرائيل حتى الآن كانت تتوتر أحيانا وتهدأ حينا إلى أن يومنا هذا، وحتما جاءت حرب غزة لتثير وتزيد هذا الصراع. لم يحصل اشتباك يا عزيزي بين إيران وبين أمريكا منذ قيام الثورة الإسلامية، لم يحصل أي اشتباك مباشر إطلاقا، إنما هذا الصراع مستمر وهذا الصراع سيزداد بواسطة الحلفاء أو الوكلاء إلى آخره. أحيانا تتدخل أمريكا يعني مباشرة، أحيانا تتدخل بواسطة وكلائها كإسرائيل. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم هذه أو هذا التصعيد منذ 7 أكتوبر والحرب في قطاع غزة وإلى اليوم، تفضلت وأكدت بأن زادت وتيرتها والواقع على الأرض تؤكد ذلك أيضا دكتور هشام، لكن إمكانية انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا ولطالما حذرت منها الأطراف الإقليمية والدولية وأيضا حذرت منها كلا الدولتين إيران وأمريكا دكتور هشام. نعم، على إمكانية انزلاق المنطقة إلى يعني اشتباكات أوسع ممكن أن تنزلق إلى حرب إقليمية، ممكن، إنما مستبعدة أنا برأيي، لأن الحرب الإقليمية ستتحول إلى حرب دولية، يعني حرب عالمية، وكلنا نرى ذلك. لا أحد يريد في الوقت الحاضر حرب إقليمية، لأن الحرب الإقليمية والحرب الدولية التي يمكن أن تشتعل ستدمر العالم بأسره. نحن رأينا في أي وقت وصلت في أوقات عديدة، خاصة في هذا العقد الماضي، الأمور إلى الانزلاق، ونحن بكل صراحة نقول وصلت الأمور إلى الانزلاق إلى إمكانية حدوث حرب عالمية.
إن كان أيام ترامب مع إيران الذي لم يتجرأ أن يعتدي على البر الإيراني، وإلا هو يعلم كانت تتطور إلى حرب شرسة في الخليج ويمكن أن تدخل بها روسيا. وفي حرب أوكرانيا كذلك الأمر، وصلت أكثر من يوم إلى حدة الانزلاق ولم تنزلق. لماذا؟ لأنه لا أحد يريد هذه الحرب الإقليمية التي يمكن أن تتحول إلى حرب دولية كما في هذه المنطقة في الشرق الأوسط اليوم بين إيران. لا، إيران تريد كما قلت هذه الحرب لأنها غير مستعدة لها، وتعرف وهي صبورة، إنما تريد أن تثبت دائما وجودها وتسجل نقاطا. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا حتى في بداية عهد أي رئيس كان الجميع ينتظرون أنه في بداية عهد أي رئيس لأمريكا أو في بداية عهد الولاية الثانية لأي رئيس أمريكي، كونه لا يأمل بولاية ثالثة، يمكن أن يقوم بعمل ما يجر المنطقة يعني ويكون المبادر إلى حرب إقليمية أو حرب أوسع من ذلك، ولم يحصل ذلك. لذلك أنا أرى ونحن نراقب يعني كل يوم الأحداث، الصراع يستمر بالنقاط، بالنقاط فقط. فأنا أسجل نقطة وأسجل لك، لأنه شيء طبيعي جدا أن أسجل من النقاط، ليس لمصلحة أي فريق سواء كان أمريكي أو كان الجانب الإيراني أو كان الجانب الروسي أن يسمح أن يسجل عليه الخصم نقاط أكثر، وإلا يعتبر مهزوما. لذلك نحن نراقب ونرى أن بعد أن تم العدوان يعني باستمرار، تذكر يعني أنه منذ أكثر من 20 عاما ودخلت أمريكا إلى العراق وتواجدت في هذه المنطقة ثم دخلت إلى سوريا، ولم يسقط ضحايا أمريكيون إلا في الحادثة التي حصلت الأسبوع الماضي أو قبله، عندما استهدف منطقة قاعدة تنف تماما البرج 22. ونحن قلنا وقتها هذا حدث خطير، لأنه نعرف أمريكا جيدا، وأمريكا صحيح. لديها عقدة فيتنام، ولديها أمريكا عقدة المارينز الذين قتلوا في بيروت عام 83. لذلك لا يتحمل الشعب الأمريكي رؤية جثث أمريكيين يعودون بالصناديق، لأن أي رئيس أمريكي لا يمكنه أن يمرر ذلك. وانتظرنا أن يكون الرد الأمريكي واسعا ودقيقا ومسجلا بالنقاط كما ذكرنا، وهذا ما نراه حاليا ما يحصل وسيستمر. نعم. بالضبط، يعني هذا ما كنت أريد أن أشير إليه. إلى متى ستستمر هذه حرب النقاط دكتور هشام؟ ونحن نرى بأن هناك إصرار من كلا الفريقين على الاستمرار في خوض هذه الحرب، حرب النقاط، لكن في نهاية المطاف سوريا تدفع الثمن، لبنان، العراق، اليمن، دول المنطقة دكتور. نعم سيستمر، إلى متى سيستمر لا أحد يعلم، إلا إذا حصل توافق. وأنا أعود أذكر بما قاله، بما كتبه الأسبوع الماضي أو قبله ويليام بيرنز رئيس CIA، وقد سرب إلى الصحافة الأمريكية، يعني هو كان كتقرير، تقرير هو رفعه للإدارة الأمريكية عن الوضع في هذه المنطقة، وكان تقريرا يعني دقيقا ومنطقيا إلى حد كبير، وتحدث عن إمكانية انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة واستبعد كما نقول، وإنه قال أن هذا الصراع سيستمر بيننا وبين المعسكر الآخر، ويقصد بروسيا وإيران. وقال بالحرف الواحد، وربما لم ينتبه الكثيرون مما قرأوا هذا التقرير، أنه إذا لم يحصل توافق إسرائيلي إيراني، لم يقل إيراني إسرائيلي، قال إسرائيلي إيراني، فأن هذه المنطقة مع بقاء يعني مع وجود إيران ووجود إسرائيل ستبقى فعلا منطقة الشبكات. هل من صالح كلا الجانبين طهران وتل أبيب أن يبقى الوضع على ما هو عليه في المرحلة الراهنة دكتور هشام، وألا يحصل توافق طبعا؟
نعم ستبقى. سألتني إذا لهما مصلحة. نعم نعم، أولا نتحدث عن إسرائيل، حتما إسرائيل لها مصلحة، لأن مصلحة إسرائيل كما نعلم وجدت في هذه المنطقة ولها مصلحة دائما بأن تكون المنطقة منطقة نزاع، لأنها بذلك تورط أمريكا وتستلزم الدعم الأمريكي المستمر لها. في حال أصبحت المنطقة هادئة تماما، لا أعتقد أن أمريكا ستلتزم ساعتئذ بأمن إسرائيل كما تقول، لأن الخطر على إسرائيل ينتفي أو يخف. وثانيا إيران، أيضا إيران قامت أساسا الثورة الإيرانية على مبادئ معينة، واعتبرت إيران أن قضية فلسطين وقضية إسرائيل عن حق أو عن باطل، كلام حق يرد به أو أنه، وأنها يعني لها مصلحة كما أرى إيران أن تبقى مساندة للقضية الفلسطينية لتستقطب معسكر كبير وجمهور كبير في هذه المنطقة. إيران لو لم تقف تجاه بموقف عدائي مع إسرائيل، كنا نرى إيران في وضع آخر وفي مكان آخر. وأنا كتبت أكثر من مرة وذكرت أن إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما أعلم، وبعلاقتي بمعرفتي بالأمريكيين، هي بكفة، وكل الدول العربية بكفة أخرى. يعني أهمية إيران بالنسبة لأمريكا هي التي كانت الحليف الأقوى أيام الشاه، وترى تعرف أمريكا بالاقتصاد وبالتجارة وبإمكانيته، وإذا استطاعت أن ترجع تستعيد إيران، لذلك أهمية كبرى. وقلنا وخبرني مسؤول أمريكي كبير في واشنطن مرة منذ 10 سنوات، نعم، أنه يكفي أن يقول مسؤول إيراني كبير أن إيران ليست على عداء مع أحد بما فيها إسرائيل، لا لزوم إطلاقا لعلاقات دبلوماسية. يكفي هذا الإعلان وتصدقه أمريكا، سترى الأمريكي في اليوم الآخر، في اليوم التالي يطلب زيارة إيران على مستوى رفيع جدا. نعم. وأن هذا الملف النووي الذي هو موضوع نزاع تحصل عليه إيران بدفع بمساعدة أمريكا ساعتها. المنطقة بيت القصيد هي العلاقة بين أمريكا وإيران، والعداء بين إسرائيل وإيران، هذا بشكل استراتيجي عام. نعم. اليوم نتحدث عن بيت القصيد، هو في هذه المناوشات التي تحصل على مستوى صغير، على مستوى تكتيكي، هي غزة. وتقف أنا برأيي تهدأ المنطقة إذا توصلنا إلى اتفاق في غزة يرضي الطرفين ويوقف الحرب، ساعتها تهدأ جبهة جنوب لبنان، ساعتها تهدأ منطقة البحر الأحمر. نعم. أيضا لا يحصل عمليات عسكرية ضد الأمريكيين لا في سوريا ولا في العراق. نعم. يبقى موضوع إسرائيل، أنا أريد أن أضع هذا الملف جانبا، لأن إسرائيل ساعتها صحيح توقف، إذا توقفت الحرب في غزة لن تتوقف إسرائيل عن ضرب المصالح الإيرانية في سوريا. نعم. الدكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة وكل ما تفضلت به، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من دمشق ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ مصطفى رستم. أستاذ مصطفى مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. سوريا كجزء من ساحة لتبادل رسائل النار، وباتت ربما بريدا لتبادل هذه الرسائل. إسرائيل تستهدف الوجود الإيراني في دمشق ومحيط دمشق والجنوب السوري وصولا إلى العمق السوري، والولايات المتحدة والفصائل التابعة لإيران يتبادلان الاستهدافات شرقية سوريا وعلى الحدود مع العراق. أستاذ مصطفى، نهاية هذا السيناريو، نهاية تسجيل النقاط أو حرب تسجيل النقاط المتبعة بين إيران وواشنطن على الساحة السورية كجزء من ساحة أوسع تشمل العراق ولبنان وحتى اليمن. أستاذ مصطفى، تحياتي لك أستاذ خضر وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة
هذه الحرب التي كما أسميتها حضرتك حرب تسجيل النقاط، هذه الحرب هي جاءت بعد تراكم لما سمي الربيع العربي والأحداث التي فرضت نفسها بسوريا وفرضت تموضع قوى معين من شتى الأطراف ومن شتى الانتماءات، وبالتالي هذا الأمر جعل الأرض السورية أرضا لوجود عدة قوى متصارعة فيما بينها، عدة قوى متضاربة المصالح، وجود أمريكي أيضا، وجود أو تعزيز قوة سوريا من خلال المستشارين الإيرانيين والفصائل العاملة مع سوريا، ثانيا الوجود الروسي في سوريا، ثالثا الوضع الإقليمي والوضع الدولي. نعم. فكل هذه العوامل تكاملت مع بعضها البعض. للأسف إن سوريا بحكم الأزمة التي حصلت بها وبحكم موقعها الجغرافي وارتباطاتها الحدودية أصبحت هي الملعب الرئيسي لكسر العظم بين هذه القوى. هذه الأمور ستظل مستمرة طالما هناك ملف سوري مفتوح لم يغلق بعد، طالما هناك صراع بين هل إسرائيل هناك رؤية مشتركة أستاذ مصطفى؟ هل هناك رؤية مشتركة بين الأطراف المتصارعة سواء طهران، واشنطن، تل أبيب؟ هل هناك رؤية على إبقاء الساحة السورية كحلبة صراع لهم للحيلولة دون الصدام المباشر أو الوقوع في صدام مباشر قد يكون كارثي لكل الأطراف؟ حقيقة في باطن الأمر هناك اتجاه نحو ذلك، في باطن الأمر ليس بشكل معلن، لا أحد سيعلن بالتأكيد. ذلك، نحن لا نتحدث سيصر. لا نتحدث عن الوقائع المعلنة، استهداف هنا واستهداف هناك، إنما نتحدث عن حقيقة السياسات القائمة في المنطقة أستاذ مصطفى. السياسات القائمة في المنطقة توضح لنا ذلك، ولو كان باطنيا أو ضمنيا من قبل جميع الأطراف. اليوم سوريا فيها حرب، اليوم سوريا صار فيها بنى تحتية مدمرة، الأرض فيها مهيئة للاقتتال، للأسف تحتاج إلى مزيد ومزيد من الحلول لإغلاق هذا الملف بالكامل وعودة سوريا إلى دورها الإقليمي الكامل وعودة سوريا إلى وضعها الذي كانت تمسك فيها جميع الملفات وكانت بيضة القبان لتوازن هذه المنطقة وأمنها وأمانها من الخليج حتى طهران. فرضت في ظل وقائع الأحداث التي فرضت، في ظل تموضع القوى، في ظل حقيقة تجنب جميع الأطراف للحرب الإقليمية التي يدرك الجميع أنها ستكون مدمرة وستكون قاتلة. فالحرب الإقليمية اليوم لا ترتبط فقط بدول المنطقة، الحرب الإقليمية امتداداتها ستكون نحو أوكرانيا، الحرب الإقليمية ستصعد تصادم القطبيات الصاعدة مع الولايات المتحدة. كل هذه العوامل هي عوامل خطيرة جدا، قد تؤدي إلى حرب عالمية وحرب حرب شاملة لا يكون فيها مكان للتوسط أو الرحمة، وكل معسكر هنا ستتحول إلى حرب معسكرات واضحة، فكل معسكر سيريد فرض إرادته وفرض انتصاره نحو قرن قادم من الزمن، وهذا الأمر لن يحدث دون دمار شامل، لن يحدث دون حرب طاحنة جدا جدا. فالجميع يتجنب حتى هذه اللحظة الانجرار نحو هذه الحرب ويكتفي بالصفعات المتبادلة أو الضربات المتبادلة. الوحيد الذي يريد مثل هذه الحرب اليوم هو نتنياهو وفريقه الحكومي، وذلك لسبب يرتبط بهم ارتباطا شخصيا، يرتبط بمستقبلهم السياسي، يرتبط بمصلحتهم العليا بعدم إيقاف الحرب وجر أمريكا وإدخالها مباشرة في هذه الحرب. وهذا الأمر تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، أن نتنياهو يريد توريط أمريكا توريطا مباشرا في هذه الحرب، فهو يدرك تماما أن توريط أمريكا في هذه الحرب ودخولها على معترك الصراع سيوسع الأمر
وسيوسع الحرب، وبالتالي سيكون هناك عملية إعادة أو عملية خلط أوراق من جديد. نعم. تحمي نتنياهو وتحمي سلطته ليقول فيما بعد هذه الحرب أن طوفان الأقصى كانت هي بداية لحرب كبرى، كان مخططا لها، كان مدبرا لها. طيب. كانت هي الشرارة لجر المنطقة والإقليم والعالم. ومن يعين نتنياهو على ذلك أستاذ مصطفى؟ من يعين نتنياهو على توطيد هذه الرؤية أو توطيد ما يسوقه للعالم؟ إذا ما تحدثنا عن إيران، إيران لم تفتح القدس ولم تصل إلى القدس عبر دعم فصائل مسلحة سواء في سوريا في العراق وصولا إلى اليمن ولبنان، والولايات المتحدة لم تنهي تواجد إيران على الساحة السورية أو العراقية أستاذ مصطفى. فنحن نتحدث يعني هذه التوترات ليست وليدة لحظة، إنما ربما من أكثر من 20 عام هذه المناوشات. لم يحقق كلا المعسكرين أهدافهم التي يعلنونها أستاذ مصطفى. سؤال مهم جدا جدا، ودعنا نتحدث به قليلا بالكثير من الأريحية. تفضل. إيران لم تفتح القدس، إيران لا تستطيع فتح القدس في ظل الوقائع القائمة، ولا سوريا تستطيع فتح القدس في ظل الوقائع القائمة، وحتى حماس. من يعين نتنياهو؟ يعين نتنياهو اليقين بأن أمريكا لن تترك إسرائيل تنهار. هذا أمر يقيني لدى الإسرائيليين، وهذا مبدأ ثابت لدى الأمريكيين ولدى الغرب. إذن اليوم لدى أمريكا مبدأ واحد، إسرائيل لن تنهار، ولكن لن نتورط مع نتنياهو. نتنياهو من هذا المبدأ يحاول جر الأمور بشكل غير مباشر لدخول أمريكا. يعني نتنياهو لن يفرض على أمريكا الدخول بإملاء أو بأمر، هو يفرض عليها الدخول في هذا المعترك بتسارع أحداث، بخلط أوراق، باختلاق وقائع تجبر أمريكا على الدخول في هذه الحرب. أما أن نقول أن المعسكر الآخر هو من يعين نتنياهو على ذلك، فهذا الأمر غير منطقي. المعسكر الآخر أو محور المقاومة بنى نفسه لعدة سنوات، عانى من عدة حروب، من عدة ضربات داخلية، محاولة تدمير سوريا وتقسيمها وشرذمتها، والذي فشل فشلا ذريعا، ولكنه أدى أن تدفع سوريا ثمنا كبيرا من بنيتها التحتية، من قوتها الإقليمية، من قوتها الاقتصادية، من جعلها ساحة صراع ومركز صراع. كل هذا الأمر، كل هذه الوقائع أسست لمحور قوي متكامل. هذا المحور اليوم لا يستطيع أن يدخل إلى القدس بهذه البساطة، هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان. ولكن هل نقول أن هذا المحور إذا كان لا يستطيع الدخول إلى القدس فعليه أن يقف موقف المتفرج، وعليه أن يؤدي فروض الطاعة لأمريكا وإسرائيل، وأن يبدأ بفتح مرحلة تطبيعية مع الكيان؟ يعني لا نقول فتح مرحلة تطبيعية أستاذ مصطفى، لا نقول فتح مرحلة تطبيعية وأن تؤدي فروض الطاعة، لكن عندما تدخل حرب أو تفتح جبهة على أقل تقدير، عندما نتحدث عن محور متكامل، لا نتحدث عن حماس أو حزب الله أو بعض الفصائل هنا وهناك، نتحدث عن محور كامل. عندما يفتح جبهة مع إسرائيل يجب أن تكون هناك نتائج أو أهداف لهذه مثل هذه العملية. اليوم لا نريد أن نذم يعني طوفان الأقصى، لكن نتحدث طوفان الأقصى اليوم عندما تم فتح هذه الجبهة، ونقول بأن إيران لا تستطيع فتح القدس أو محور المقاومة لا يستطيع فتح القدس، وهو الهدف المعلن ودعنا نقول الشعار العريض الذي يرفع من هذا المحور، إذن خلقت ذريعة بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتدمير قطاع غزة، لجعل المنطقة على صفيح ساخن دون نتائج حقيقية وفعلية على الأرض أستاذ مصطفى، سوى تسجيل النقاط هنا وهناك، لكن هذه النقاط يدفع ثمنها شعوب، تدفع ثمنها شعوب سواء كانت سوريا، عراق، لبنان، اليمن. أولا تحقيق المكاسب وتحقيق النقاط لن تجدها ولن يجدها أي فريق طالما أن كرة النار ملتهبة. هذا أمر بديهي في السياسات الدولية وفي تاريخ الحروب التي قامت منذ نشأة التاريخ حتى اليوم. إذا أردنا بالقراءة العميقة لطوفان الأقصى، طوفان الأقصى
أول انتصاراتها التي سنلحظها بعد انتهاء هذه الحرب هي تبدل الواقع الإسرائيلي بشكل كامل، تبدل الواقع الإسرائيلي الداخلي وتبدل الواقع الإسرائيلي السياسي. سنرى خروجا من المشهد لمعسكر كامل في إسرائيل، وهذا سنراه لاحقا وسجل عليه هذا الأمر. كل المحور الذي أو المعسكر في الداخل الإسرائيلي الذي يمثله نتنياهو وحلفائه سيختفي كليا ولن يعود له أي صوت، وهذا في حد ذاته تحقيق لنصر كبير. المعسكر البديل سيكون هو المعسكر المنادي بحل الدولتين بالحلول مع الفلسطينيين وبالحلول مع المنطقة. ستقول لي ولكن هذا هدف، سأقول لك اليوم عندما تتحول الرؤية الإسرائيلية من الفرات إلى النيل إلى خلق مناخ عام دولي ينطلق من إسرائيل، لا ينطلق من خارج إسرائيل باتجاه إسرائيل، ينطلق من إسرائيل باتجاه العالم بأننا نريد الدولتين، فهذا نصر، هذا نصر سياسي كبير لمن يقرأ السياسة ولمن يدرك أبعاد السياسة. اليوم تضييق الكماشة نحو إسرائيل وتضييق الخناق نحو إسرائيل، قلت حضرتك محور، المحور يضرب الآن بواسطة قبضتين، حماس وحزب الله التي هي حركات وفصائل وليست دول. اليمن تتدخل بصفتها اليمن وبصراحة بصفة الحوثيين الذين هم العمود الفقري لمحور المقاومة في اليمن. أيضا هذا تضييق هذا الخناق لعب دورا، هناك وقائع استحدثت في طوفان الأقصى واستحدثت في الصراع مع إسرائيل بأننا نضيق الخناق عليك. قلت سابقا انظروا إلى جبل طارق، علينا أن ننظر في المرحلة القريبة القادمة إلى الدور الجزائري الذي ستلعبه الجزائر في احتضان القضية الفلسطينية وفي احتضان الفصائل الفلسطينية وفي التأثير على العاصمة المخفية لليهود في الرباط وفي المغرب. هذا الأمر الذي يغيب عن المشهد اليوم نتيجة بعد الجغرافيا، نتيجة الهدوء هناك في المغرب العربي، ولكن كل من يقرأ سياسة ويقرأ وقائع يعرف ما يحدث في المغرب ويعرف التواجد اليهودي والتواجد الإسرائيلي في المغرب والصدام الجزائري المغربي المرتبط بالقضية الفلسطينية وبالكيان الإسرائيلي، ولكنه صدام ناعم سيتطور وسيخرج إلى الأفق حال انتهاء كرة النار. كل هذه الوقائع أيضا حرب أوكرانيا، دخول روسيا لأوكرانيا، ندرك تماما من يحكم أوكرانيا، ندرك تماما الدور الذي تلعبه أوكرانيا في السياسة الدولية وفي امتداد المحور الغربي ودور اللوبي الصهيوني والدولة اليهودية العميقة في أوكرانيا. ربما جئت على ذكر أوكرانيا أستاذ مصطفى، هل كانت أو هل أشعلت أوكرانيا كملهاة للروسية عما يحدث في الشرق الأوسط؟ فرض على روسيا دخول أوكرانيا، نعم أوكرانيا أشعلت لسببين. أولا تحييد القوة الروسية باتجاه حرب تستهلك من طاقة ومن القوة الروسية الأمر الكثير. جبهة أوكرانيا ليست جبهة سهلة، لا أحد يستطيع أن يقول أن روسيا تتنزه في أوكرانيا، كلا، روسيا تحارب بحرب وتتلقى صفعات. هذا من جهة. ثانيا كان فيها كبح جماح لصعود القطبيات والصعود الروسي رفقة الصين الذي بدأ يقلب موازين العالم. يعني حقيقة لنلاحظ منذ سنتين أو ثلاث كيف كان التصاعد القطبي الروسي الصيني الذي بدأ يقلب الموازين، وهذا الأمر في حقيقته هو أمر كان أمرا نوعيا. روسيا اليوم، روسيا فلاديمير بوتين هي روسيا مختلفة حتى عن الاتحاد السوفيتي. إذا ما قرأنا تاريخ الاتحاد السوفيتي
ولنكن صريحين، الاتحاد السوفيتي كان حليفا صادقا لحلفائه، ولكن من ناحية التسليح، من ناحية الموقف السياسي. أما أن تتدخل وتستجيب لطلب دولة حليفة لها بتطبيق اتفاقية دفاع مشترك أو دخول في أراضيها لتطبيق دفاع مشترك، هذا الأمر لم يحدث تاريخيا حتى من أيام الاتحاد السوفيتي. كانت المفاجأة بأن روسيا استجابت لسوريا ودخلت سوريا، نعم ضمن اتفاقية، ضمن طلب، ضمن مصالح، ولكن هذه الخطوة هي الخطوة المختلفة، كانت منذ روسيا القيصرية حتى الاتحاد السوفيتي، حتى روسيا بوريس يلتسن، حتى فلاديمير بوتين. إذن كل هذه الوقائع هي مترابطة ببعضها، علينا أن ندرك كل هذه الأمور. صح. إعادة الحكم في أفغانستان لطالبان، هذا الأمر ليس بريئا، لا أحد يستطيع إقناع أي شخص بأن طالبان عادت فجأة. صحيح. وخرجت أمريكا وهربت أمريكا، هذا الأمر غير صحيح. إذن هناك تكامل لإشعال المعسكر، نواته والنواة اللبية كما يقول الفيزيائيون فيه هي إسرائيل، وهي وجود إسرائيل في المنطقة. أمريكا تحمي إسرائيل، ولكن لا تريد أن تصبح بلحظة من اللحظات إسرائيل عبء عليها. صحيح. لأنها ستنقلب الموازين. صحيح. سيكون هناك صفقات. سيكون هناك تبدلات للمشهد السياسي. إذن باختصار وعودا على بدء كون الحديث تشعب بعجالة لو سمحت، تماما ما يحدث الآن في المنطقة مستمر. مستمر بنفس من كل الأطراف باستثناء نتنياهو، كما قلنا لا يريد الحرب الإقليمية. التصريح بالأمس أو أول أمس بأن إيران مستعدة لتخصيب اليورانيوم، وصرحت هذا التصريح صدر عن وكالة الطاقة الذرية، فيه رسائل سياسية كبرى، العودة إلى الاتفاق النووي. هذا الأمر يعطينا بأن الصفقة النهائية لنهاية هذه الحرب وحرب تسجيل النقاط بدأت تطهى ولو على نار هادئة، وسنشهدها في الأيام المقبلة. أما إذا أصر نتنياهو، وكان نتنياهو ذكيا بما فيها الكفاية، وأنا لا أرجح هذا الأمر، فنتنياهو لا يتصرف بذكاء، يتصرف بعنجهية. أما إذا كان نتنياهو ذكيا بما فيه الكفاية ليشعل المنطقة، فالموازين ستتبدل وستكون هناك حرب طاحنة تقلب الموازين. أما إذا بقي الجميع محافظا على هدوئه، فأنا أتوقع في الفترة القريبة هدنة، وهدنة طويلة نوعيا، حتى تبقى هذه الهدنة السائدة، حتى إحراز تقدمات في الملفين الإيراني والملف السوري، وبعدها لننظر إلى جبهة الجولان التي لن ينتهي الملف السوري وجبهة الجولان كما هي عليه منذ 40 عاما أو 50 عاما. المحلل السياسي الأستاذ مصطفى رستم، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. من القدس ينضم إلينا الدكتور حسين الديك، البروفيسور والخبير بالشؤون الدولية. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن سوريا كجزء من ساحة لتبادل رسائل النار بين إسرائيل، الفصائل التابعة لإيران، بين الولايات المتحدة، الفصائل التابعة لإيران، سواء كان في شرق سوريا أو حتى في جنوبها دكتور حسين، وحتى وصولا إلى العمق بعد الضربات طالت العمق السوري. إلى متى ستبقى سوريا حلبة لتسجيل النقاط بين كلا المعسكرين، إيران والمعسكر الشرقي، أمريكا والمعسكر الغربي وإسرائيل؟ لا شك أن الظروف التي مرت بها سوريا الدولة والشعب خلال السنوات 12 الماضية أو 13 سنة الماضية هي التي هيئت الواقع لكي تصبح سوريا في هذه الحالة كحلبة للصراع أو للمناكفات ما بين بعض القوى الدولية والإقليمية التي نراها بين الفينة والأخرى تتحرك وتضرب هنا وهناك وتستعمل هنا وهناك. التواجد الإيراني نعم هو تواجد بحكم الأمر الواقع موجود، وبحكم العلاقة المميزة ما بين النظام السوري والنظام في إيران، أضف إلى ذلك أن روسيا موجودة بحكم الاتفاقيات ما بين سوريا وروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيمة ما يعرف بتنظيم داعش والنصرة لها قواعد عسكرية،
إسرائيل تقوم بضربات بين الفينة والأخرى داخل العمق السوري، وتضرب بعض المطارات وبعض الفصائل التي تدعي أنها فصائل تابعة لإيران أو أشخاص إيرانيين أو فصائل عراقية داخل العمق السوري. هذه الظروف التي هيئت خلال سنوات سابقة 13 سنة أو 14 سنة جعلت من سوريا حلبة وجبهة سهلة لكل هذه التناقضات والصراعات، ويحاول كل جانب. لكن منذ اندلاع الأزمة السورية دكتور وإلى الآن، بمقارنة بسيطة، نرى بأن ما حقق في الأشهر القليلة المنصرمة منذ 7 أكتوبر وإلى اليوم، ما حقق على الأرض السورية وعلى الأرض العراقية وحتى اللبنانية باغتيال قادة بارزين في الفصائل التابعة لإيران، يضاهي بل أضعاف مضاعفة عن من تم اغتيالهم طيلة السنوات المنصرمة منذ 2011 وإلى اليوم دكتور. هذا التصعيد خطير. نعم، العامل الجديد الذي ظهر على السطح منذ 7 أكتوبر إلى اليوم أن هذه الفصائل هي كجزء من محور المقاومة دخلت في صف المقاومة الفلسطينية بعد العدوان الذي يشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تعددت ساحات النزال والمواجهة ما بين الفصائل والإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين. كون الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء مشارك في الحرب في قطاع غزة من خلال الدعم العسكري والغطاء السياسي والدعم المالي والخبراء العسكريين لها في إسرائيل، انطلاقا من ذلك كان توجه تلك القوى والفصائل المسلحة سواء في سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن بالتحرك في ضمن الجبهة الموحدة في ساحات مختلفة، ولكن هناك العدو واحد. ردا على ذلك تدخلت إسرائيل وقامت بتنفيذ هذه الاغتيالات سواء في بيروت. في بيروت لم ينفذ أي اغتيال في الضاحية الجنوبية منذ العام 2006، كان اغتيال صالح العروري في هذه الفترة، لم يتم أي اغتيال تنفيذه في بيروت منذ العام 2006. نعم، هذا تطور جديد وتطور مهم، إضافة إلى التطورات في سوريا وعمليات الاغتيال للقادة والفصائل، وليس في سوريا فقط وأيضا في العراق، وابتدى في الفترة الأخيرة إلى الأردن، مهاجمة القاعدة العسكرية في الأردن، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ضربات جوية مباشرة واغتيال عدد من القادة الفصائل العراقية في بغداد. من جانب آخر تقول الولايات المتحدة الأمريكية وترسل رسالة انطلاقا من مصالحها القومية والاستراتيجية في العالم أنها ليست معنية بتوسيع الحرب وفتح جبهات جديدة. هذا من جانب. من جانب آخر الظروف الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لها بفتح جبهات جديدة، ولكن لحصر وتحديد مناطق النزال وجبهات المواجهة. هذا من جانب. الجانب الأهم أن المشكلة تكمن هي في جبهة قطاع غزة، لأن الحوثيون أعلنوا أنه إذا تم وقف العدوان في غزة تتوقف مهاجمة السفن الإسرائيلية والأمريكية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ولكن حتى اللحظة لا يوجد إرادة سياسية حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية لفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. حتى الإدارة الأمريكية هي غير مقتنعة بوقف إطلاق النار ولا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، تريد الذهاب إلى هدنة مؤقتة لأسابيع محددة أو أشهر محددة، يتم خلال هذه الهدنة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق المحتجزين من الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، صفقة محددة تحددها قواعد اللعبة. حتى اتفاق باريس الذي تم التفاهم عليه بين الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين ما بين المقاومة وإسرائيل تنصلت إلى حد ما إسرائيل من هذا الاتفاق، وحتى اللحظة هي لم ترسل وفدها إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات حول ورقة الإطار التي طرحت من قبل المقاومة. بمعنى أن إسرائيل تريد اكتساب المزيد من الوقت للاستمرار في العملية. لماذا يتم منح إسرائيل هذه الذريعة دكتور حسين؟ عندما يتم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا في العراق، عندما يتم إشعال جبهات أخرى في خصوصا في اليمن، ربما يتم تأكيد الذريعة التي يحاول نتنياهو تسويقها للولايات المتحدة بأنه في خطر يعني يحيط به، وبأن إسرائيل مرغمة على هذه الحرب للدفاع عن نفسها دكتور حسين.
نعم، إسرائيل تقول أنها كل ما قامت به يسند إلى ميثاق الأمم المتحدة البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حق الدفاع المشروع عن النفس لكل الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية. ولكن بجانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الحسابات الداخلية الانتخابية والحزبية هي غير قادرة، ليست غير قادرة، غير مستعدة أن تقوم بالضغط على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، لأن نحن في سنة انتخابية كبيرة. توصف هذه الانتخابات بأنها انتخابات العجائب في الولايات المتحدة الأمريكية. كبار المتبرعين للحملات الانتخابية للكونغرس وللرئاسة البيت الأبيض هم من أصحاب المال والأعمال اليهود، وهي لا تريد أن تدخل في مغامرة سياسية بالضغط على نتنياهو وتخسر هذه الأموال وهذه التبرعات. في الوقت الذي تبين وتشير كافة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحزب الجمهوري يتفوق في تلك الاستطلاعات، وأن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترامب يتفوق كثيرا على الرئيس جو بايدن. نعم. فلذلك هي تحاول أن تمسك العصا من الوسط، تركز على الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية، وتطالب بالذهاب إليها خلال الوسطاء المصريين والقطريين وفق اتفاق الإطار الموجود، ولا تريد جبهات جديدة. لابد من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية، أن هناك وساطة ألمانية، إيطالية، فرنسية، أمريكية فيما يخص الجنوب اللبناني، وقد بلغت المفاوضات مرحلة متقدمة وقد يعلن عنها في الأيام القليلة القادمة، حول إعادة قوات حزب الله إلى 10 كيلومتر خلف الإيطالي، وقوات الجيش اللبناني 12,000 جندي لبناني في منطقة الحدود، وانسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها أو المختلف عليها الحدودية 13 نقطة إضافة إلى مزارع شبرا. قد يخرج إلى نور هذا الاتفاق ونرى شيئا جديدا في الجبهة اللبنانية. الدكتور حسين الديك البروفيسور والخبير بالشؤون الدولية، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا جزيلا لك. من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذا نتحدث عن، يعني هناك مثل شعبي في سوريا يقول الطبل بدومة والدبكة بحرستة، يعني اليوم الجبهات مشتعلة في فلسطين وتبادل الرسائل على الساحة السورية واليمنية واللبنانية. أستاذ وجدان، قراءتكم لهذا المشهد؟ تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. للأسف الشديد هذه الصراعات على الأراضي السورية بسبب ضعف الإدارة السورية، بشار الأسد هو من سمح لهذه الفصائل وهذه الأطراف أن تجعل سوريا ساحة للصراعات الدولية. الأنظمة التي تقوم بقمع شعبها ستكون هكذا ضعيفة أمام القرارات والصراعات الدولية، وهذا ما يحصل في سوريا. بشار الأسد ظن منه هذه الأطراف تستطيع مساعدته للبقاء في الكرسي، لأنه من يقف مع الحكام هي الشعوب وليس الأنظمة التي كل واحد منها تبحث عن مصالحها في تلك الدولة، وهذا ما يحدث على الأراضي السورية، حيث إيران تستغل الأراضي السورية لمواجهة خصومها، وأيضا الخصوم يستهدفون إيران على الأراضي السورية، وبشار الأسد عاجزا عن الدفاع عن أرضه، وأيضا عاجزا عن طرد الأطراف التي تجلب الويلات للشعب السوري وأيضا للاقتصاد السوري، وبنهاية هو سيؤثر على النظام ولن يستطيع مقاومة الشعب لفترة طويلة. يعني ترى أستاذ وجدان، ترى بأن إيران والفصائل التي تتبع لها هم يعطون الذريعة أو الشرعية لمثل هذه الاستهدافات وبقاء سوريا على صفيح ساخن؟ هذا ما تريد إيصاله باختصار.
نعم، النظام الإيراني يستغل هذه الأراضي لإرسال رسائل لخصومها بما فيها إسرائيل بأنه هذه المناطق هي ملك لنا ونستطيع من خلالها استهدافكم، ولذلك إسرائيل ترد عليهم بالمثل. طيب أستاذ وجدان، من وجهة نظركم اليوم، ما الذي تحقق من خلال اتباع مثل هذه الاستراتيجية والكثير جنح لتسميتها بحرب تسجيل النقاط بين كلا الجانبين واشنطن وطهران؟ أستاذ وجدان، هل من نتائج فعلية تحققت على الأرض أم أن ما يجري عبارة عن قواعد اشتباك متفق عليها ومتوافق عليها وكلا الجانبان بحاجة الآخر لاستكمال هذه اللعبة؟ أعتقد إذا ما تراجعنا إلى الاختلافات الأمريكية الإيرانية، كانت هذه الاختلافات هي يتم المسك العصا من الوسط، وأيضا حتى في استهداف بعضهم البعض يتم مراعاة هذه الاستهدافات بكل دقة، وهذه الردود على البعض هي محسوبة جدا، وهذا ما شاهدناه من خلال الاستهدافات التي كانت تقوم بها الميليشيا الموالية لإيران للولايات المتحدة الأمريكية أو للتحالف الدولي، إن كان في سوريا أو كان في العراق، و نفس الوقت أيضا إدارة بايدن بالتحديد الديمقراطيين علاقتهم مع إيران هي منسقة، بحيث شاهدنا في الآونة الأخيرة بعد مقتل الجنود الأمريكان إدارة بايدن أمهلت النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة مهلة أسبوع لكي تخلي هذه المقرات من القيادات الصف الأول وأيضا حتى الصف الثاني، ولم يتبقى إلا الحراس المغلوبة على أمرهم، وهذا يدل بأنه بالفعل هنالك يعني تفاهم ما بين الطرفين حتى بالصراعات القائمة. ونشهد حتى فيما يتعلق بموضوع العقوبات على إيران، إدارة كانت هي دائما تراعي أيضا مصالح إيران في الاقتصاد. الأستاذ وجدان عبد الرحمن، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة. أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.